زراعه دوار الشمس قناه بذره ترحب بكم نحن اصدقائي في النصف الاول من شهر مارس اذار بدايه من هذا الشهر نبدا في زراعه بذور نوار الشمس ولأننا نشجع متابعينا الكرام وبالأخص المبتدئين على زراعة هذا النبات سواء للزينة أو للإستهلاك فسنقسم الفيديو لثلاثة أجزاء ليكون العمل بشكل جماعي بيننا لذلك سنرى اليوم طريقة زراعة البذور وبعد مشاهدتك للفيديو ستشتري أنت بدورك البذور وتقوم بنفس العملية وبعد أسبوع سأنشر الجزء الثاني لنرى الإنبات ونقل الشتلات للأرض أو لوعاء آخر وهكذا سنزرع جميعا ونتبادل المعلومات ونساعد بعضنا البعض حتى نصل لهذه الزهرة الجميلة وهي تنجح فقط في وعاء على السطح أو البلكونة وحتى نافذة المنزل فلا تترددوا في الزراعة البذور متوفرة في السوق رخيصة التمن ولن تجد مشكلة في, في إيجادها أو العثور عليها سازرعها في هاته الاوعيه الكرتونيه يمكنك زراعتها في اي وعاء اخر ساختار ثلاثه لنزرع فيها اصلا هذه الاوعيه من الكرتون يعني ان الماء ينفذ ويخرج منها ولا داعي لإحداث الثقوب أسفل الوعاء لكن إذا زرعت في وعاء بلاستيك فلا بد من إحداث ثقوب من الأسفل لتصريف ماء الري وتجنب التعفنات سنملأها بتربة خفيفة أنا استعملت بيتموس ورمل يمكنك أنت استعمال أي خليط المهم ان يكون خفيفا وجيد الصرف ساضع في كل وعاء بذره واحده هناك من سيتساءل هل اضعها بهذا الشكل ام بهذا الشكل ام نائمه هكذا الامر جد سهل يكفي ان ترميها وتتركها كما سقطت بهذا الشكل نفس الطريقه للبذره الثانيه والبذره الثالثه البذور المحمصه لا تصلح للزراعه النيئه فقط هي التي تنجح نضغط على البذره بالاصبع لادخالها في التربه بعمق سنتيمتر واحد تقريبا اتمنى ان تجد دعوتي هذه لكم لنزرع جماعيا دوار الشمس الاستجابه لذلك كل عضو في القناة سيشارك معنا التجربة وأتمنى أن تتركوا ذلك في تعليق مباشرة بعد زراعة البدرة نسقي التربة جيدا بالماء دوار الشمس له عدة أسماء كميال الشمس اللوب السوري زهرة الشمس يستعمل كدقيق للخبز ويستخرج منه زيت دوار الشمس والذي يعتبر ثالث محصول زيتي في العالم بذوره كلنا أكلناها كمسليات وفي نفس الوقت نستفيد من مكوناتها المفيدة لصحة الإنسان إذا بعد الانتهاء من الري نضع الأوعية في مكان إضاءته قوية ولا بأس إن تعرض لساعات الشمس الصباحية الخفيفة لا تترك التربة تجف لحين الإنبات قناة بذرة ترغب في التفاعل معكم وتحفيزكم على الزراعة أتمنى أن تتفاعلوا معنا أنتم أيضا والآن أدعوكم للهجوم من خلال التعليقات وطرح أي سؤال بخصوص زراعة بذور طوار الشمس وترقبوا الجزء الثاني الذي سنرى فيه نقل الشتلات للأرض أو في وعاء دمتم بخير إلى اللقاء